سنة 2014 كانت سنة حافلة بالأحداث، كانوا شي حوايج زوينين وكانوا شي حوايج ماشي تلهيه. من الحوايج الخايبة اللي عشناهم الله يحضر الباس، جانا تسونامي. لا ماشي هذا، كنهضر على هات تسونامي. لبات جوية ستعرف عدة مناطق. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع أن تشهد سواحل البحر الأبيض المتوسط فريدة، لكن وحن عاصفة قد رب لا ضربت عين ديابرا مشي النص فيها، ولكن الحمد لله خرجت لنا طريفة حيث عندنا اللي مقابل لنا البحر. ومن أهم الأحداث ديال هاد العام بانت واحد الظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع ديالنا، هي ظاهرة تشرميل. والزاكي رجع يدرب المنتخب وبدا كيوجد في المنتخب اللي غيشارك في كأس إفريقيا اللي كانت غتنظم في المغرب، ولكن خرجت لنا من الجنب إيبولا. ومن الحوايج اللي بانوا هاد العام تفكرونا واحد الناس وجاو دقوا علينا، المغرب هاد العام كانوا فيه فيضانات وظهر فيهم واحد البطل سميتو علال القادوس. ومن أهم الحوايج اللي وقعوا في 2014 واللي كان افتخروا بهم هو حصول المغربية مريم بورحيل على أعلى معدل في البكالوريا في فرنسا، وجابت 21/20. أوه وداك الواحد كدرت له. وعلى مستوى العالم هاد العام طاح البق على البرازيل وخسرت بسبعة لواحد. دايما دمو دمو. وألمانيا توجت بكأس العالم. وفي 2014 من الفنان اللي داروا الباز هو سعد المجرد، ومن الشخصيات اللي ظهروا في سنة 2014 وكسبوا شهرة كبيرة من خلال واحد الفيديو دار الباز في الانترنت هي حتى يعلموني الحوايج الأرنبات وداك الشيء الحيوان.